قد تسأل عن المهدي، يعني في أسئلة من الأسئلة التي تسأل عن اسم المهدي، وبالأخص عن كلمة أن اسم المهدي يواطئ اسم الرسول عليه الصلاة والسلام ومعنى المواطأة. إخواني يعني لن أكثر الشرح في هذا المعنى، ولكن كيف إحنا سوينا في الدرس السابق أن راح أضع إن شاء الله رابط في الديسكريبشن أو الوصف للملف الموجود أو المقطع الموجود يتكلم عن معنى المواطأة. ولكن المواطأة إخواني يعني تعني أحد اثنين، يعني بخلاصة لنوصل لها، المواطأة تعني أحد اثنين، المطابقة أو المشابهة، المطابقة أو المشابهة، المطابقة أو المشابهة. يعني قد يكون اسم المهدي محمد، وقد يكون اسم المهدي على سبيل المثال إبراهيم، أو خلينا محمد أو أحمد، أو أي اسم من الأسماء اللي اتخذها الرسول عليه الصلاة والسلام لنفسه. اسم أبو المهدي لو جينا إحنا للمواطأة، أو اسمه خلينا نقول كاسم أبو الرسول عليه الصلاة والسلام قد يكون عبد الله أو عبد الرحمن أو عبد الرزاق أو عبد الرحيم، يعني شيء مشابه. وقد يكون على سبيل المثال كما قلنا يعني إبراهيم، لأنه إبراهيم أبوكم في القرآن الكريم، أو قد يكون آدم على سبيل المثال. هذه لا تمنع أن يكون هالشغلات محتملة، ولكن إخوان يعني الأسم إنما كان للتمويه. إيش للتمويه؟ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر المواطأة وما ذكر الاسم الصحيح هي حماية للمهدي نفسه، عشان هيك ما يكون اختلافنا على ايش؟ على الاسم. يعني لو في مصلحة، لو كان الاستدلال على المهدي فقط من الاسم، كان حكى لنا اياه الرسول، ولكن لما كان الرسول عليه الصلاة والسلام وعلمنا انه راح تتم بيعة المهدي وحكالنا على المواطأة، شو معناه؟ المواطأة اسم، يعني اسم المهدي، والمواطأة موضوع ثانوي، مش موضوع رئيسي، ولا يجوز الاختلاف عليه. فبتبقى وجهات نظر، هاي وجهات النظر المفروض ما تفسد الموضوع نفسه. فالمهدي سيتم الاستدلال، عليه، وستم بيعه، ما بين الركن. أخونا بارك الله فيه، يعني بيقول لك سيأتي المهدي، لما المأتي يجي، وأنا بدي تسمح لي، أنا بمثل للناس في وفيك وأضرب الأمثال، والله لا أؤذيك ولا أؤذي نفسك، شكر الله لك. الناس بينتظروا المهدي، ماذا تريدون من المهدي؟ يعني غفل الناس عن علم مهم في المهدي اللي هو اسمه. شو اسمه؟ لا مش محمد بن عبد الله، مهدي ابدا، بالعكس التابعين اعلم مني ومنك، ما كانوا ينتظروا محمد بن عبد الله. محمد بن سيرين تعرفه من علماء التابعين، كان يعلمهم عن المهدي، قالوا له عمر بن عبد العزيز المهدي، قال لا، ما قالهمش هذا عمر وهذاك محمد. فالتابعين والاعيان بينتظروش محمد الاسم، بالعكس فيما اللي بتسموه المنطق اسمه كل اسم الا محمد، لانه محمد لا يواطئ محمد، الشيء يواطئ غيره ولا يواطئ نفسه، فإله اي اسم الا محمد، لما قال يواطئ اسمه، يواطئ اسمي، واسم أبي اسم أبي، فقد يكون اسم أبي اسم أبو النبي، إنما الاسم مواطأة. فلاحظ يعني الحديد يواطئ مثلا معدن ما، ولكن الحديد لا يواطئ الحديد، الحديد يواطئ شيئا آخر. إنما غفلوا عن المهدي، لأن النبي لا يعدنا بملك ولا يعدنا بزهرة الدنيا، يعدنا بالهدى، هو بما جاءنا بالهدى. فإذا ورث وراءه
أو وعد وراءه بما يعدنا بهدى. فهذا الذي ننتظره ننتظر منه ماذا شيخ؟ هدى. فإذا كنا ننتظر هدى حقيقة، النبي مهدي، المهدي كله وآلاف آلافه نضيع في النبي عليه الصلاة والسلام. القرآن هدى، فإذا حقيقة نريد المهدي هاي القرآن وهي النبي. إذا جاءنا المهدي بشيء غير القرآن والسنة أنكرناه. من الآن أقول لكم لا تصدقوا المهدي. إذا جاءكم بشيء ليس في القرآن وليس من حديث جده محمد عليه الصلاة والسلام، فبالتالي ماذا تنتظرون إلا أن يقول المهدي؟ قال الله، قال رسوله. فإن كنتم تنتظرون هذا فقد قال الله وقال رسوله، فماذا تنتظرون من المهدي؟ ولكن أحرج عليكم وأنصح لكم، أخشى إذا جاءكم أن تعصوه، أن تعصوه، أن تعصوه.